وحول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف بسام الشويخ القائم بأعمال رئيس قسم التراخيص السمكية في وزارة شؤون البلديات والزراعة. أهلا بك سيدي الكريم في نشرة الثالثة. كيف تقيمون اليوم تزايد الإقبال مؤخرا على أصناف معينة من الأسماك في ظل استمرار الجهود الوطنية لتنمية الإنتاج المحلي؟ مساء الخير عليك جميع عليكم جميعا وعلى السادة المشاهدين. طبعا تشهد فترات الصيف من كل عام إقبال كبير من شرائح المجتمع البحريني على شراء المنتجات البحرية، وهذه طبعا يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة، وجود شريحة كبيرة من المجتمع البحريني خصوصا فئة الشباب والطلاب والأطفال والعوائل البحرينية بشكل عام في المنازل، واستهلاكهم للأنواع المحببة لهم من الأسماك مثل الصافي والهامور والشنعد يعني الأسماك المتوفرة في السوق المحلي. نعم أستاذ الكريم، ما هي مبادراتكم القائمة وكذلك أيضا مشاريعكم المستقبلية لتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين والتي تعد طبعا الثروة السمكية إحدى ركائزها الأساسية؟ الله يسلمك. تسعى وزارة البلديات شؤون الزراعة ممثلة بوكالة الزراعة والثروة البحرية حق تعزيز مشاريع الأمن الغذائي في مملكة البحرين. واحدة من العناصر الأساسية في هاي المبادرات هي توفير المنتجات السمكية والبحرية. عندنا برنامج الاستزراع السمكي على رأس القائمة، يشمل إنتاج الصبعيات المحلية في مملكة البحرين، يشمل تشجيع المستثمرين على الاستزراع السمكي لرفع الكميات المتاحة والمتوفرة من مختلف الأنواع اللي هي المحلية والمحببة حتى لو كانت خارجيا من الأسماك، بالإضافة إلى البرنامج الوطني حق الأرياف الصناعية حق تعزيز مناطق الصيد وتأهيل البيئات البحرية. يتبعها برنامج تربية أو إنبات نبات القرم في السواحل البحرينية، بعد هاي النبات مميز ويساهم بشكل كبير في الحواضن السمكية. نعم. في عندنا المشروع التالي اللي بعده اللي هو تدريب الكفاءات المحلية على الاستزراع السمكي. كل هاي المبادرات تشكل برامج، تشكل مساهمات لتعزيز الأمن الغذائي في مملكة البحرين. نعم نعم أستاذ بسام، دعني أعود يعني إلى موضوع ونحن نتحدث بالطبع عن الثروة السمكية، نتحدث عن يعني السمك وشراء السمك من قبل المواطنين وهي يعني وجبة مهمة ورئيسية لدى المواطن البحريني. دعنا نعود لحالة السوق وحالة العرض والطلب. كيف اليوم تقيمون يعني الإقبال للمواطنين والمقيمين لشراء السمك عبر الأسواق المركزية والأسواق الأخرى أيضا؟ الأسواق الحمد لله تشهد طلب كبير على الأنواع كثيرة من الأسماك، وخصوصا اللي ذكرتها اللي هي الصافي والهامور وحتى الشعري وبقية الأسماك. هذه يعكس وفرة في بعض الأسماك خلال المواسم المختلفة في طول السنة. يعني احنا عندنا مثلا فترات الأسماك الشتوية تتوافر فيها كميات أكبر من السبيطي مثلا، من الفسكر، من الشعم، تليها مثلا فترة الربيع وهي أكثر فترة تتوفر فيها الأسماك في الأسواق المحلية، يكثر فيها مثلا تكاثر الصافي، تكاثر الهامور، الشعري، الميد، تليها الفترة الصيفية اللي تنمو فيها مثلا أسماك مثل الشقر والنيسر. ففي مختلف الفترات الموسمية في البحرين تتوفر أنواع مختلفة من الأسماك، ولكن في فترة الصيف بسبة أن الشباب شريحة كبيرة من المجتمع يعني تعتمد على المنتجات البحرينية اللي هي تحبها، فتلاقي ارتفاع في طلب على الأسماك في الأسواق المحلية، وهاي بالعكس يشجع الاستثمار، يشجع حركة سوقية، تنتعش حركة العرض والطلب والشراء. نعم بسام الشويخ القائم بأعمال رئيس قسم التراخيص السمكية في وزارة شؤون البلديات والزراعة، شكرا جزيلا لك.